اتحاد طلبة جامعات ذقار الحكومية والأهلية المعتصمين. بسم الله الرحمن الرحيم، انطلاقا من كون الطلبة هم عماد الثورة ورافدها الأول وقادتها الواعون الذين كتبوا التاريخ وتحقق ما تحقق للآن بفضلهم وبفضل موقفهم ودمائهم، وانطلاقا من كون محافظة ذقار هي عروس الثورة وصاحبة الكلمة الأولى ومنصة الثورة، يعلن طلبة جامعة ذقار الحكومية والأهلية المضربين عن الدوام عفوا الآتي: أولا، الاستمرار بالإضراب الطلابي الاختياري للأسبوع 20 على التوالي، وإننا لن نخذل زملائنا في باقي المحافظات ممن شدوا أزرهم بنا. ثانيا، نرفض تكليف محمد توفيق علاوي كون اختياره قد تم بموافقات حزبية ولا يمثل مواصفات وتطلعات الشعب العراقي وساحات التظاهر في كافة المحافظات. ثالثا، نرفض رفضا قاطعا ما ينشر كذبا عن تراجعنا عن إضرابنا، وإن هذه الأخبار عارية عن الصحة، وعلى الوكالات الإعلامية أن تكون أكثر دقة في نقل الأخبار وعدم تشويش الرأي العام والطلبة. رابعا، ندعو إلى مسيرة طلابية ضخمة غدا في يوم الأحد بعنوان مسيرة الثبات، وتنطلق هذه المسيرة عند الساعة 9 صباحا، ويكون التجمع قرب بناية البهو. هذا، والسلام عليكم. كان معكم محدثكم الحصري.